اسألوا هؤلاء الناس الذين خرجوا في جولة في منطاد للهواء الساخن ونجوا بصعوبة من صدمة 100,000 فولت، أو اسألوا لاعبي كرة القدم هؤلاء الذين عاشوا رعب الموت من جراء صاعقة برق أقوى ب9 مرات. لكن هذا كله لا يؤثر في هذا الرجل الذي يدع كمية من الكهرباء يبلغ توترها 1,000,000 فولت تسري في جسمه. هل يستطيع جسم بشري أن ينجو من صدمة 1,000,000 فولت؟ دين أورتنر عالم تحول إلى محرض روحاني. أنا أقدر قوانين الفيزياء وأجعلها تعمل بشكل متناغم. يبين دين أن الالتزام بقوانين الطبيعة يسمح بمرور التيار الكهربائي في جسمه من دون أن يؤذيه. كل تلك الطاقة وهي طاقة هائلة تمر عبر جسمي ولا تؤثر علي. إذا كان التوتر مولفا على تواتر مختلف سيموت دين على الفور، والغرض من عرضه الخطير هو إيضاح معنى التناغم الروحي كما يقول. لدي ثقة كبيرة وإيماني قوي. لهذا السبب تؤيد أسرته هذا العمل غير العادي الذي قد يموت فيه. أنا قلقة بشأنه، لكنه مؤمن بما يفعل، وما دام الله يرعاه أنا واثقة بأنه سيوفقه. لا ينسى دين المرة الأولى التي جرب فيها هذا العرض الذي يوقف عمل القلب، عندما قرر والده رجل 1,000,000 فولت الأصلي أن ينقل المشعل إليه. أخذني إلى المسرح وقال لي: أترى ذلك الطبل هناك؟ أريد أن تصعد إليه وتمسك بذلك اللوح وأصرخ نار وسنأخذك في جولة، وفعل ذلك بالتأكيد. عندما يعتلي المنصة ليبدأ عرضه يصمت الجمهور. يقوم بفحص المعدات ثم يعطي الجمهور فكرة عما سيحدث حين تبدأ لحظة الحقيقة. يقف على اللوح المعدني، وحتى يتم الحصول على طاقة كافية يتم إرسال التيار الكهربائي عبر مرنان ثم إلى محول حتى تصل الشحنة إلى 1,000,000 فولت، وهذه قوة كافية لصعق كل من في المكان. يقف عاري القدمين حتى يكون على تماس مباشر مع اللوح المعدني الذي يرسل الشحنة عبر جسمه، وحين يصبح كل شيء جاهزا يقوم دين بإعطاء الأمر. يتم إرسال الطاقة الكهربائية إلى داخل اللوح الخشبي الذي يمسكه دين بيده اليمنى، وإذا ما ترك اللوحة جزءا من الثانية فإن النار سوف تشب في ذراعه. ينظر الجمهور بذهول إذ يخرج دين سالما بشكل مدهش من التجربة باستثناء بعض الحروق في رؤوس أصابعه. أستخدم اللوحة لتخفيف الحرارة، وعندما أحرك يدي بعيدا عن اللوح وألوح بها في الهواء فإن الشرر يخرج من رؤوس أصابعي التي تحترق قليلا من جراء الحرارة وليس من جراء الكهرباء. لكن الأمور لا تسير دائما على ما يرام، ففي عرض سابق أدى خطأ ما إلى ارتطام دين بحائط فانكسر معصم يده. كان يمكن أن تقتلني الكهرباء التي تصدر صوتا رهيبا مرعبا عندما تشق الهواء مثلما تفعل أشعة البرق تماما. كان ذلك أغرب شيء رأيته، لأن المرء يموت إذا مرت عبر جسده كمية قوية من الكهرباء. عندما ترى رجلا بهذه الثقة تدرك بأن شيئا ما خارقا قد حدث.